دول كتيرة عندها اكتفاء ذاتي من الغاز؟ دول كبيرة طبعا، مثلا زي روسيا. روسيا أكبر، يعني عندها واحد كوادريليون، احنا بنتكلم على تريليون. واحد ايه؟ كوادريليون. ده رقم غريب، يعني عملنا يا رب ثلاث اصفار زيادة عن ال عن ال عن ال واحد وربع. ايوه. ايران عندها تقريبا يعني قريب اقل بشوية، حوالي 9 من 10 كوادريليون. قطر عندها، في بقى في حته تانية في فنزويلا، في بحر قزوين بس عليه مشاكل في المياه الاقتصاديه، ففي بعض المشاكل. السعوديه عندها كتير، يعني عندها غاز كتير، ودي يعني انا شايف انها نقطه مهمه جدا، ان احنا ان هي لو استغلت او استغلينا الغاز بتاعها في المركز الاقليمي في مصر، يعني احنا قريبين، يعني مجرد البحر الاحمر. دي هتضيف قيمه كبيره قوي لقيمه المركز الاقليمي. واليابان اكثر، واوروبا اكثر من بلاد بتستورد غاز عشان عندهم تسهيلات بقى اساله وبياخدوا. روسيا، الصين عندها بتاخد غاز كتير. ففي منطقه في بورصه هناك او مركز عند سنغافوره، بس اللوبي بتاع الفحم بيحاربهم جامد قوي. احنا عندنا هنا في المنطقه، مصر هتاخد تمسك الدفه وتتعرق في هذا في واحد في لندن، واحد في روتردام، بس دول بنسميهم فيرتشوال، بمعنى ان هم افتراضي، ما عندهمش بنيه تحتيه زينا. احنا بقى زي امريكا اللي هي بدات العمليه دي، اللي هي هنري هاب فيها. دي اللي احنا املنا زيها نعملها هنا. عندها بنيه تحتيه وعندها مخازن للغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي لا يخزن، فلازم لما يطلع من البير لازم يستخدم او يصدر. يسير ويصدر او يصدر في انبوب. فاحنا عندنا احتمالات ان احنا نعمل مخازن في حقول ناضبه، وفي طبقات من الملح بنحفر ابار وندوب الملح. ونعمل زي ما عاملين في امريكا. لو العمليه دي تمت بنفس التوقعات، انا شخصيا يعني، ما طبعا الدوله ماشيه في الاتجاه الصحيح في جميع المجالات الحقيقه، وفي هذا المجال بالذات، فمصر هيبقى لها شأن تاني خالص. هتكلم شويه عن المواطن، رغم ان كل كلام